هادشي تماما كانوا جدوا في رمضان. حنا دابا هادشي في رمضان ما كنديروا، كنجدوا هادشي ديال بوجلود، كنجدوا كيكونوا البوجلود وكيكونوا حتى المناسبات بعد العيد، في العيد في العيد وكاين بعد العيد، كنجدوا هادشي ديال بوجلود، كناخذوا الكوموندات ديال الدراري ديال صحاب بوجلود في البدايه ديال رمضان، تقرب تقريبا 15 ولا 20 من العيد. من بعد في العيد ثاني كيكون الاقبال ثاني المناسبات، كيكون العرسات، كيكون المناسبات بزاف في العيد الكبير. الاثمنه مناسبه على حسب الاكسسوار، ما مقادينش استاذ بالنسبه للاثمنه على حسب. الا مثلا بالنسبه لتونزه، ثلاثه تونزه اللي شكرنا 100 درهم، 350، 320، 250 درهم. بالنسبه لاسني ثاني انا ايتو عمران، الا قلتي الا 50 درهم، الا 60 درهم، الا 100 درهم، الا 120 درهم. كذلك نمشبوح انت نتاع ابو عمران، الا قلت من 130 درهم 470 درهم. بالنسبه انت احلب انت قلت ماركه، قلت ماركات الا وادي مزيل، وادي مقور، هذا كيتسمى العمر، هذا كبير. كاين الميان، كاين الصغير وكاين الكبير، وكاين نظام حتى هما هكا نظام، هادو العيالات ماشي بجلوزه، هادو كيستعملوا العيالات بزاف، حتى هما فيهم الموديلات. تقريبا لي زاكسيسوار تقريبا لونسومبل كيبدا تقريبا من 400 درهم كومبلي، كاين 400، كاين 700، اغلى واحد كاع كيطلع ب 1500 درهم اغلى اونسومبل. يعني في الاحتفال بالمورد الثقافي اللي تيعرفوا، اللي تيعرفوا مدينه اكادير، الشباب ديال اكادير تنظموا مجموعه من التظاهرات اللي على راس القائمه ديالها تقريبا اللي معروفه على دابا حاليا على المستوى الدولي كرنفال ديال بوجلود، اللي هو واحد المورد الثقافي تيحتفلوا به الناس ديال ديال سوس تقريبا كاملين، واكادير خاصه اللي تعطيها واحد الاهميه كبيره اللي حنايا المنتجات اللي تنقدموها حنايا تشهد واحد الرواج كبير وواحد الاقبال، تكون عليها واحد الاقبال كبير، وتنحاول ما امكن نوجد لهم داك الشيء كامل اللي غادي يخصهم في هذه المناسبه، وتنواكبوا التظاهره، تنوفروا داك الشيء اللي تيخصهم من الاول حتى الاخر ديال التظاهره. تنديروا لي زاكسيسوار ديالهم مثلا، هذوك لي زاكسيسوار اللي تكونوا فوق الراس، القطيب ولا اللي كاين اللي تيقول ليها السبنيه، وعاوتاني زاكسيسوارات كاملين اللي تيستعملوهم. المهم تقريبا تيكونوا تقريبا شي خمسه ديال الاكسسوارات، وتنحاولوا كل عام نجيبوا موديل جديد، حيت التظاهره ديال بوجلود تتركز على واحد القضيه، انها كل عام تيحاول الشباب يبتكروا اشكال جديده ديال اللبسه. إذا تنحاول ما أمكن نوفروا لهم جميع الموديلات، وموديلات جداد كل عام تنوفر موديلات جداد، باش إن شاء الله يحاولوا ما أمكن ينوعوا في اللباس ديالهم، ويكون تقريبا الاختلاف بين اللباسي يكون إبداع في اللباس ديالهم. المهم تقريبا من بعد الجلود اللي تيكونوا تقريبا 50% من اللبسه ضروري خص يكونوا مع لي زاكسيسوار، كاين اللي تيديروا ديك تاع شداد، كاين اللي تيديروا هذوك الكرون مثلا والقطيب، اضافه الى داك الشعر اللي تيكون، ولي زاكسيسوار كاين اللي تيدير اللوبان، اللي تيدير هذوك الخميسه ولا تزرزيت اللي تيعلقها في العنق ديالهم، اضافه الى القطيب اللي تيكون في العنق. زيادةً على واحد العنصر مهم وهو اللي تيحزموا به، هو داك الحزام ديال الموزون، ديال الموزون اللي تيكون حتى هو من خمسة ديال البياس اللي تيكونوا ضروريين في داك اللبسة ديال بوجلود. فيهم ألوان؟ هو بالنسبة تقريبا ديال اللوينات اللي تيكونوا فيهم، بالنسبة للاكسسوار ديال الراس تيكونوا فيهم أشكال مختلفة، وبالنسبة للحزام تيكونوا الالوان مختلف في الالوان، وتيكونوا مختلفين في الاحجاب. كاين الحزام الصغير بالنسبه للدراري الصغار، حيت دابا ولاو حتى الدراري الصغار تيشاركوا في هذيك التظاهره، وكاينين اللوينات مختلفين، وكاين عاوتاني اللوينات ديال البنات حتى هما، حيت مؤخرا هاد السنوات الثلاث الاخيره ولا واحد الاقبال كبير من طرف البنات حتى هما، ولاو تيشاركوا في هاد التظاهره. تقريبا اللبسه ديال بوجلود من بعد الجلود اللي تيجمعوا من الدراري وتيخيطوهم، كاين اسني هذوك الكرون مثلا اللي تقريبا تيبداو من تقريبا من 95 حتى 110 على حسب هذاك اسني والحجم ديالو. كاين عاوتاني تشدات والحزام حتى هو تكون فيه الاحجام من الصغير حتى الكبير على حسب الحجم ديالو، تيبدا تقريبا من 25 حتى 110 درهم على حسب الغول ديال الحزام وعلى حسب العمره ديالو والخدمه ديالو. وبالنسبه عاوتاني القطيب اللي تيكون حتى هو ضروري تيبدا من 50 درهم حتى 60 درهم على حسب اذا كان الثوب عادي وهذاك ديال الحرير. وبالنسبه للتشدد حتى هي تيكونوا فيها موديلات بحال اسني حتى هي تدار في الراس، تتكون تقريبا الاثمنه ديالهم تتراوح بين 85 حتى 95 حتى 110 درهم على حسب العمره ديالها وعلى حسب الحجم ديالها. وبالنسبه للبوجلود دابا ما بقاش مقتصر على واحد المنطقه، الجهه اللي معروفه بزاف وهي جهه سوس،
اكادير اللي تتصدى القائمه. الدراري تنعتوا لهم المحل، نحاول ما امكن نديروا الاشهار للمنتوج ديالها ونسوقوه، بالاضافه الى الجمعيات اللي تيسوقوا ذاك المنتوج. الحمد لله تنخدموا مع الاغلبيه ديال الجمعيات اللي كاينه في اكادير اللي تيشاركوا في هذه التظاهره، تنشاركوا معاهم وتندير لهم اثمنه رمزيه. وبالنسبه للمناطق بزاف، حيت كاين الدراري ديال مثلا اكادير اللي خدامين في كازا وفي الرباط، تنصيفطوا لهم عبر شركه التوصيل، حيت بالنسبه تقريبا 3 ايام ولا 4 ايام قبل العيد تيكون داك الشيء قليل. دائما هما تيستعدوا قبل، تيكونوا الاستعدادات قبل هذيك التظاهره.